أيوة. من شوية، عشان بس أوضح برضو للسادة المشاهدين أيوة. إيه هو الأهلي وإيه هي خصوصية النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب اتصل باللواء شيرين شمس أيوة. المدير التنفيذي للنادي الأهلي وقال إن هو يرغب في مرافقة بعثة الأهلي المسافرة إلى المغرب، أيوة. وإنه عايز يحضر المباراة النهائية. تمام. فاللواء شيرين بعد هذه المكالمة اتصل بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي. أيوة. محمود طاهر أصدر توجيهاته لتسهيل كل الإجراءات لسفر محمود الخطيب مع الأهلي إلى المغرب. يا سلام يا سلام. فهي دي الروح. اثنين داخلين انتخابات ضد بعض. صحيح. اثنين بيتنافسوا على مقعد واحد هو رئاسة النادي الأهلي. لكن أمام مباراة السبت لا في انتخابات ولا في رئيس ولا في مرشح ولا في منافسة، مفيش غير الأهلي. صحيح. الأهلي فقط. الأهلي لكل أبنائه والأهلي لكل أبنائه.